صباح الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة. آخر طبعة برنامج يومي نستعرض فيه أبرز ما جاء في الصحف العربية من عناوين. بالإضافة إلى هذه العناوين نتناول أخبار بعض الصحف العربية والأجنبية والمقالات الواردة فيها ونحاول تحليلها. هذه الأخبار والمقالات سنناقشها مع ضيفي في الاستوديو موفق حرب، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ موفق. ولكن قبل بدء الحوار سنتوقف مع أبرز عناوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم. صباح الخير مشاهدينا، نبدأ عناوين الصحف مع صحيفة القدس العربي. هذه الصحيفة عنونت: الجيش الحر يغتال رئيس شورى الدولة الإسلامية في معبر باب الهوى، اشتباكات عنيفة بين الطرفين وعشيرته ترفض العزاء قبل الأخذ بالثأر. رئيس البرلمان السوري يهاجم نظيره العربي ويصفه بالجاهل والمندفع. القدومي يهاجم السلطة الوطنية ويذكرها: فلسطين عضو مراقب منذ عام 1974. إلى صحيفة الوطن السورية: اشتباكات بين الجيش ومسلحين جنوب العاصمة، ومعظم مدن وبلدات الغوطة باتت شبه آمنة. المعارضة التركية تتهم أردوغان بتدريب أفراد من ميليشيا الحر. سوريا ترد على دعوة نشر اليونيفيل على حدودها: ما يصيبنا هو ما يستدعي المعالجة. المعارضة: البحرين تحكمها سلطة استبدادية وحكومة قمعية. الآن إلى صحيفة السفير اللبنانية. هذه الصحيفة عنونت: روسيا تصاعد تحذيرها من المتشددين في سوريا. نتنياهو بعد ورقة الابتزاز الإيراني لواشنطن محاولة للنزول عن شجرة الخلاف مع أوباما. المستوطنون في القدس اعتداء على دير تاريخي. لصحيفة النهار اللبنانية: الإبراهيمي ينتظر تحديد موعد مع الأسد لزيارة سوريا. بان يندد بموردي الأسلحة، وبوتين يحذر من العناصر المتطرفة. إلى صحيفة الوسط البحرينية. هذه الصحيفة عنونت: قلق أمريكي وأوروبي وحقوقي إذا تثبيت الأحكام في قضية 21، والخارجية نفتخر باستقلال القضاء. إلى صحيفة أخبار اليوم الجزائرية. هذه الصحيفة عنونت: ثلاثة دبلوماسيين جزائريين مهددون بالقتل في أي لحظة، ملفات ساخنة بالجملة تنتظرها. إخوان سوريا يفتحون النار على الإبراهيمي. هذه كانت أبرز العناوين الصباحية. الآن عودة إليك أحمد. شكرا لك مايا. إذا أستاذ موفق، كانت هذه أبرز العناوين في بعض الصحف الصادرة اليوم. يعني ما هي أبرز العناوين التي لفتتك؟ يعني بعده الواضح أن الموضوع السوري هو المسيطر، تحديدا من خلال الجرائد اللي تفضلت بانتقاء عدد من العناوين منها. ما زال الوضع السوري هو المسيطر على هذه عناوين الصحف. وأيضا واضح أنه هناك روايات متعددة ومتناقضة حسب جريد سياسة جريدة معينة ومن أين تصدر. فالحقيقة فيما حقيقة ما يحصل بسوريا ما زالت غامضة. أنا أعتقد أنه في ارتباك إعلامي اليوم غربي وعربي وعربي عربي ومحلي لنقل حقيقة ما يحصل في سوريا. لا أحد يملك حقيقة ما يحصل في سوريا. ما بنعرف من يسيطر، ما بنعرف من هي المجموعات التي تقاتل، ما بنعرف حجم سيطرة الثوار على يعني في حلب بالتحديد. يعني المعارضة تتحدث عن سيطرة على 70% من حلب، وبالمقابل النظام يعني يتكلم حتى العنوان خلال 10 أيام ستتم حتى هذا العنوان السيطرة على 65% من محافظة حلب أم من مدينة حلب. ما نحن علمنا منذ اليوم الأول أنه الريف في تراجع للجيش السوري النظامي، وهي المعركة على مدينة حلب. هل 70% تشمل مدينة حلب أم ما هي الحقيقة؟ فحتى الغرب وكل من يتعاطى ويحاول أن ينقل ما يحصل في سوريا في ارتباك، لا نعرف حقيقة ما يحصل داخل سوريا. معروف أن هناك صراع وهناك أزمة كبيرة، الجميع يعتقد أن الثوار يسيطرون، ولكن كما سمعت الملفت أن روسيا تحذر من تعاظم قوة المتشددين في سوريا. وليست روسيا فقط، حتى أنا سمعت من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين تم نسب إليهم هذه التصريحات في الصحف الغربية ومصادر أمريكية بس، ولكن يلومون النظام بسوريا والمجتمع الغربي بالنسبة للمتشددين. النتيجة ذاتها أن روسيا تقول أن المتشددين يتعاظم نفوذهم، وأيضا الأمريكان يقولون إذا استمر الصراع فأن المتشددين سيسيطرون. طب يعني برأيك يعني النتيجة ذاتها بس الكل يلوم طرف آخر حول المتشددين.
المتشددين. يعني الولايات المتحدة والغرب يقولون أنه إذا استمرت الأزمة ولم يتم هناك عملية انتقال للنظام في سوريا فأن المتشددين سيسيطرون على سوريا، في اعتراف أن هناك دور للمتشددين في سوريا، بس ولكن الأمريكيون يلومون النظام الحالي وضرورة تسريع عملية الانتقال حتى لا يسيطر المتشددون. إنما روسيا تقول أيضا هناك متشددون ولكن المقاربة مختلفة واللوم يقع على حد. طب برأيك من يدعم هؤلاء المتشددين في سوريا؟ يعني شوف، المتشددون في سوريا تلقون دعما من كل، أولا هناك دعم ذاتي، هناك دعم إيديولوجي. لا أحد ينكر أن اليوم معظم الحركات الإسلامية الأصولية التي كانت تعمل في العالم العربي عندها نفحة إيديولوجية من الإخوان المسلمون. أنا لا أتكلم عن المنظمات السلفية، حماس لها بعض الإخوان المسلمين من المغرب إلى سوريا. واليوم لا تكفي يعني، لا بس أنا مش عم اليوم اليوم من يمدهم بالسلاح؟ ما أنا مش عم جاوب بس عم بعطيك المقدمة. اليوم في مصر حكم إخوان مسلمين، في تونس حكم إخوان مسلمين، فمن الطبيعي أنه هذه المجموعات التي تعتنق أو تقارب الإسلام السياسي من وجهة نظر الإخوان المسلمين ستستفيد من الواقع العربي الجديد. فهناك دعم على مستوى رجال أعمال، هناك دعم الآن سيتحول على مستوى دول، هناك دول خليجية تدعم إخوان مسلمين وهناك دول خليجية تدعم سلفيين. الدعم متوفر ولكن لا مركزية في القرار، لأنه من يقود السفينة على الأقل من العالم العربي لا يمتلك رؤية، يفكر على المدى القريب. يريدون الإطاحة بالنظام في سوريا، فادعم من تدعم، وعندما يتغير النظام نبحث في هذه المجموعات. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولكن سنتوقف مع فقرتنا الثانية في هذا اليوم، وهي اقرأ الحدث، وهذا عرض لأبرز المواضيع التي تناولتها بعض الصحف العربية اليوم، نتابع في هذا التقرير. السفير: الإسرائيليون غيروا تكتيكهم لاستهداف إيران. دبلوماسي غربي يواكب عمل الستة المشرفين على المفاوضات مع طهران قال للصحيفة إن دواعي الضربة الإسرائيلية والتعاطي الإسرائيلي في الملف النووي الإيراني تحولت من مفهوم عتبة التخصيب الخطرة إلى مفهوم حصانة المنشآت النووية الإيرانية إزاء هجوم إسرائيلي، ورأى أن تضاؤل قدرة الإسرائيليين على توجيه ضربة إلى تلك المنشآت يجعل منهم رهائن للأمريكيين القادرين وحدهم على توجيه ضربة حقيقية لإيران إذا ما شاءوا. الدبلوماسي نفى الأنباء عن رسالة أمريكية إلى الإيرانيين تبلغهم عدم اعتزام واشنطن المشاركة في أي ضربة يمكن أن تقوم بها إسرائيل، لكن مصدرا فرنسيا قال للصحيفة إن الأمريكيين أبلغوا الإيرانيين أن لا ضربة عسكرية إسرائيلية ضد منشآتهم في الأشهر المقبلة. المصدر أوضح أن كثيرا من الغربيين والعرب يريدون أن يقوم الأمريكيون وليس الإسرائيليين بتوجيه تلك الضربة، فالضربة الإسرائيلية ستضطرهم إلى استنكارها إذا ما حصلت. القدس العربي: الجيش الحر يغتال رئيس شورى الدولة الإسلامية. كشف مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن ياسر السري أن أكثر من 15 عنصرا من عناصر الجيش الحر قاموا باغتيال رئيس مجلس شورى الدولة الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة أبو محمد الشام العبسي قرب الحدود السورية التركية. مصادر مطلعة قالت للصحيفة إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب الكشف عن نبأ الاغتيال، ما شكل أخطر صدام حتى الآن بين الثوار السوريين والعناصر الجهادية التي تدفقت على سوريا من مصر وتونس والجزائر والإمارات والسعودية والكويت وأوروبا. وقال السري للصحيفة إن عشيرة العبسي في إدلب رفضت تقبل التعازي قبل الثأر له. السري ناشد الشباب المسلم بعدم الذهاب إلى سوريا للجهاد لأن سوريا مستكفية برجالها، وحذر من أن الدول الغربية ستستهدف المقاتلين المسلمين عقب انتهاء القتال هناك. الأخبار: الاتحاد الأوروبي لا لقانون الستين. يطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية باعتماد قانون النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة. الدول الأوروبية خائفة على أمنها من أن تصلها النزاعات الطائفية التي قد تنشب في لبنان بالهجرة غير الشرعية، وإذا لم تنفذ الحكومة اللبنانية ذلك فلا هبات ولا منح أوروبية. التقرير الأوروبي السنوي حول لبنان تضمن للمرة الأولى توصيات لتطبيقها خلال العام المقبل لتحقيق تقدم في البرنامج الإصلاحي الذي تضمنته خطة العمل الثنائية. بحسب مصادر فرنسية متابعة فإن الإصلاح المنشود للبنان أوروبياً يتعدى قانون الانتخاب ليطاول فدرالة لبنان على الطريقة السويسرية. وتقول المصادر بأن الفدرالية المقترحة لا تعني تجزئة القرار السياسي بل الفصل الإداري بين الطوائف، وبحسب تلك المصادر فإن لبنان بات دولياً
مخيرا بين قانون النسبية الذي يلبي الهدف الوطني من الانتخابات أو قانون الدوائر الصغرى الذي يحقق عدالة التمثيل بين الطوائف. إذن هناك أكثر من 15 عنصرا من عناصر الجيش الحر قامت باغتيال رئيس مجلس شورى الدولة الإسلامية التابع للتنظيم أبو محمد الشامي العبسي قرب الحدود السورية التركية. هل نحن أمام صدام عناصر المعارضة المسلحة السورية والعناصر الجهادية الموجودة في سوريا؟ الوقائع تقول أن هناك خلافات على المستوى السياسي، فما رأينا حتى المعارضة السورية خارج البلاد غير متحدة ولا تمتلك رؤية واضحة، فمن الطبيعي أن ينتقل ذلك إلى مجموعات مسلحة لا ترتبط بقرار مركزي، وخصوصا أنه مع الوقت وعدم القدرة على الحسم بسرعة وحين يكون هناك نوع من الجمود على الجبهات العسكرية وعندك مجموعات مسلحة لها عدة مشارب وعدة تنظيمات وعدة ولاءات، هناك أيضا المجموعات المحلية التي نشأت منذ قيام الثورة في سوريا، فمن الطبيعي أن يبدأ هناك الاحتكاك. جيشان نظاميان عادة يحصل نوع من النفور، فكيف إذا كانت مجموعات مسلحة على مستوى أحياء؟ فمن الطبيعي أن يكون هذه الخلافات. أضف إلى ذلك هناك التباعد الإيديولوجي بين عدد كبير من المجموعات، هناك مجموعة السلفية، هناك مجموعات سلفية جهادية، هناك مجموعات من الإخوان المسلمين، هناك مجموعات من العرب الذين قدموا لينضموا إلى ساحة الجهاد إذا صح هذا التعبير في سوريا. أضف إلى ذلك إلى بعض المجموعات العلمانية وبعض الأشخاص الذين حقا انشقوا عن الجيش السوري. فكل هذه المجموعات من الطبيعي التي لا تملك قيادة موحدة وتتبع إلى عدد كبير وترتبط بمصالح مختلفة، بعضها محلي وبعضها إقليمي وبعضها عالمي، حين يكون هناك جمود على الساحة العسكرية أن يتحول الصراع داخليا. ما الذي يمنع يعني هؤلاء العناصر من التوحد اليوم؟ أولا لا يمتلكون السيطرة على قسم كبير من الأراضي السورية حيث يتمتعون بالراحة السياسية والأمنية، هي أولا. ثانيا تعدد المشارب وتعدد التوجهات والمصالح، معارضة الخارج لا تعرف ما يحصل في سوريا، ومعارضة الداخل هناك عدد كبير من المعارضات، ولا يوجد قيادة شخصية أو شخصية قيادية في سوريا تستطيع أن توحد. هناك صراع مذهبي، هناك بعض الفروقات الإثنية، يعني الأكراد لا أعتقد أنهم سيقبلون بأن يأتمروا بأشخاص مثل أبو إبراهيم مثلا، هذه مجموعات على مستوى قرى ومدن مسلحة. الجيش النظام الحر أعتقد أنه اسم فضفاض، يعني ربما قد يكون مظلة لعدد كبير من المؤسسات، حتى هذه الساعة جمعتها المصيبة. ولكن الملفت أن هذه الخلافات بدأت تطفو على السطح بدري، يعني بشكل يعني مبكر، يعني على الأقل يحققوا إنجاز ما قبل أن يختلفوا، بس ولكن هذا واقع حذر منه الغربيون، حذرت منه الدول الأوروبية، وحذرت منه الدول العربية. ومعظم الانتقادات التي تأتي من الغرب حول وضع المعارضة السورية دائما تركز على هذا الموضوع. طب ما هو تأثير يعني هذه الخلافات التي تحدثت عنها على نتائج الأزمة السورية؟ من الواضح عدم القدرة على تحقيق، يعني دخلت الوضع في سوريا مرحلة من الجمود اليوم، لا النظام يستطيع أن يقمع هذه الثورة بشكل كامل، وأيضا واقع آخر وهو أن هذه الثورة وصلت إلى مرحلة أنها لا تستطيع أن تتقدم، يعني كل منطقة الأرياف ربما بسبب عدم رغبة النظام بأن ينتشر على كل الأراضي السورية وأن يجمع قواه في المناطق الاستراتيجية، سمحت المعارضة السورية بأن تقول بأنها تسيطر على عدد كبير من الأراضي السورية، ولكن السؤال هل تسيطر على عدد كبير من المدن السورية حيث يقطن معظم الشعب السوري؟ فهذا الموضوع ربما سمح لهذا النوع من التراخي، ولكن أنا أعتقد الجمود الحاصل على الساحة العسكرية سيؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات داخل صفوف المعارضة السورية، ومع الوقت ربما سيكون هناك نوع من الإرهاق الذي سيطال هذه المجموعات والبدء بعمليات اللوم، أنت مسؤول وأنت غير مسؤول. ما الذي اليوم يمنع من إزالة هذا الجمود في سوريا ومن يعني دعوة إلى حوار يجمع المعارضة والنظام؟ ولكن المعارضة اليوم ترفض أي حوار قبل خلينا نبدأ على المستوى العالمي، هناك خلاف عالمي، على المستوى الإقليمي هناك خلاف إقليمي، على المستوى المحلي داخل سوريا أيضا هناك خلاف، فكل هذه العوامل تؤدي إلى هذا الاضطراب والإرباك الذي يحصل داخل صفوف المعارضة السورية، لا يوجد رؤية مشتركة. النظام في سوريا فوجئ بما يحصل في سوريا، الغرب أيضا فوجئ بما يحصل في سوريا، فكيف المعارضة السورية التي لم تكن مهيئة رمي عليها ملف أكبر من ما هي تستطيع أن تهضم؟
اليوم. فبانتظار قيام يعني قبل ما يكون هناك ناطق رسمي موحد باسم المعارضة السورية، لا تستطيع أن تتكلم عن حوار بين من ومن، وربما بكرة بيذهب وفد للحوار مع النظام في سوريا يطلع عنه حركة صحية أو انشقاق. رأينا انشقاقات قبل أن يعترف العالم في هذه المعارضة. يعني حقيقة الوضع بسوريا اليوم لدى صفوف المعارضة لولا الدعم الغربي وأعمال العنف التي تحصل والرغبة الغربية بإحراج هذا النظام في سوريا ليست في وضع يحسد عليه. طب ماذا تريد اليوم الدول الكبيرة من سوريا بالتحديد؟ لا أنا شخصيا ولا أبسط الأمر، الدول الغربية فوجئت فيما يحصل في سوريا، مثل ما بيسموه بي 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 بعلم العسكر لما بيقول لك هذا هدف سانح. سوريا ما كان أحد يخطط بأن ما يحصل فيها في الربيع العربي سيحصل، ولكن بما أنه حصل تريد الدول الغربية اليوم أن تستفيد من الواقع، وهذا شيء طبيعي. يعني فرصة سانحة سوريا، ربما هناك فواتير على النظام السوري أن يدفعها وكان يرفض أن يدفعها في السابق، هلا تحاول أن تقول للنظام في سوريا هناك خارطة الطريق عليك أن تبدأ بها قبل أن نتحدث عن إمكانية حوار، أو على الأقل الضغط على الفصائل المعارضة التي تجمعها بين هذه الدول الإقليمية والعربية مصالح أو دعم. فلا أعتقد أنه لا الولايات المتحدة ولا فرنسا ولا الدول العربية تستطيع اليوم أن تأمر المعارضة السورية بأن تذهب للحوار، لأنه لا يوجد قيادة مركزية. تأثير على هذه المعارضة بس ما في قيادة مركزية، مين بده يروح؟ مين اليوم؟ هلأ لنقول وافقت دول المعارضة، ربما هذا الطرح السوري وإلى حد ما الإيرانيون يريدون أن يلعبوا دور في موضوع هذا الحوار، من سيذهب إلى الحوار على هذه الطاولة؟ من سيكون النظام في ميل ومن على الطرف الآخر؟ السلفيون الإخوان، مين المعارضة اليوم؟ يعني الجيش السوري الحر، المجلس الانتقالي، يعني رح ينشأ عنه الوفد اللي بده يروح، رح ينشأ عنه حدا. حقيقة وضع المعارضة السورية هي نقطة الضعف الأقصى التي تطال من المعارضة في سوريا، هذا الانقسام الحاصل في الرؤية وعلى الأرض وعلى التوجه. لا أحد يمتلك قدرة، الجميع يريد إسقاط النظام، أما بعد لا أحد يمتلك رؤية. طيب سنتابع هذا الحديث أستاذ موفق، ولكن سنتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نتابع، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج آخر طبعة، ومجددا أرحب بك أستاذ موفق حرب المحلل السياسي والصحافي. سنتوقف الآن مع فقرة اقرأ الحدث بالأجنبي وأبرز ما تناولته الصحف الأجنبية من أخبار وتحليلات، نتابع. لوفي جارو، جورج مالبرونو، عملاء الاستخبارات الفرنسية هم من سهلوا انشقاق العميد مناف أطلس. وبحسب مصدر مطلع على الملف، فإن الاستخبارات الفرنسية رافقت العميد المنشق قبل مغادرته لبنان وتوجهه بحرا إلى قبرص، وقبل ترحيله عقدت اجتماعات بينه وبين مفوضيه الفرنسيين تم الاتفاق خلالها على عدم مغادرة لبنان عبر المطار كي لا يعلم حزب الله بذلك. وتسعى الاستخبارات الفرنسية حاليا إلى تهريب نحو 12 سوريا منشقا بهدف إضعاف النظام السوري. وول ستريت جورنال، سياسة أنقرة المناهضة للأسد ترتد عليها. تواجه الحكومة التركية شكوكا وانتقادات متزايدة بشأن سياستها العامة المتعلقة بسوريا، فعدد اللاجئين السوريين الذين توجهوا إلى أنقرة أصبح 82 ألف لاجئ، كما ارتفعت نسبة البطالة في المدن التركية على الحدود مع سوريا بسبب اعتماد هذه المدن على التجارة مع سوريا. إضافة إلى ذلك تواجه تركيا تصعيدا دمويا لنشاط حزب العمال الكردستاني، وبحسب المراقبين فإن الأزمة السورية ساهمت في زيادة هجمات هذا الحزب في الداخل التركي. انتقادات وسائل الإعلام والأحزاب المعارضة للدور التركي في الأزمة السورية تعكس الرأي العام في تركيا، فالأتراك يعتبرون أن سياسة بلادهم الداعمة للمعارضة السورية ستؤدي إلى صراع طائفي هناك. إذن أستاذ موفق، الاستخبارات الفرنسية هي من سهلت عملية انشقاق العميد مناف أطلس، كيف تعلق على ما ذكرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية؟ هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟ يعني المعلومات الوحيدة اللي كانت متوفرة هو أنه عملية انتقال مناف أطلس من داخل سوريا إلى الخارج هي عملية أمنية معقدة، وهذه عمليات الأمنية المعقدة التي تسهل عمل أو انشقاق أشخاص بهذا الحجم تحتاج إلى أكيد التنسيق مع
مع الكثير من أجهزة الاستخبارات الغربية أو العربية، بس من المؤكد والمعلومات المتوفرة بأنه كانت عملية معقدة، بعتقد كانت صفعة للنظام فقط لأنها حصلت وليس لأن كان لها مردود عسكري، لأنه عميد ولواء أو بحجم مناف طلاس وبالحرس الجمهوري ينشق ولا يأخذ معه ولا جندي ولا مرافق ولا لا تسمى انشقاق، هو عملية شخصية خصوصا لمعنوياته وقربه من الرئيس. بس ولكن المعلومات كانت تقول ظروف انتقاله إلى خارج سوريا كانت عملية أمنية تبعها الكثير من عمليات التضليل حتى لا يتم إلقاء القبض عليه، وهناك من قالوا، أنا لم أتأكد من ذلك لأنه ما عم بشتغل بهذا الملف صحفيا كنت، بس ولكن هناك من قال أنه شاهده في لبنان في المرحلة التي سبقت، يعني هذا الخبر فيه شيء من النظام كان يرتاح إذا أجا مناف طلاس على بيروت أنه ما زال في العمق السوري، فلذلك لبنان من الطبيعي، ما بعرف إذا هاي المعلومات مؤكدة، بس ولكن من الطبيعي العملية الأمنية أن تشمل لبنان لأنه هو المنفذ الوحيد للمسؤولين السوريين الذين يريدون أن ينشقوا وأن لا يلتفت إليهم النظام في سوريا. طب الاستخبارات الفرنسية أيضا حاليا تسعى إلى تهريب نحو 12 سوريا منشقا، ما هو هدف فرنسا من ذلك؟ لماذا تتدخل إلى هذا الحد في الموضوع السوري برأيك؟ أنا أعتقد أنه فرنسا إلى حد ما تساير دول الخليج أكثر من الولايات المتحدة في الموضوع السوري لأسباب تتعلق بالعلاقات التجارية بين فرنسا وبين الدول الخليجية، يعني إذا بتشوف حجم الصفقات التي تمت مؤخرا بين بعض الدول الخليجية وفرنسا تعرف حجم الاهتمام الفرنسي بالمواقف السورية بالموقف السوري والمتأثر برؤية الدول العربية لما يريدون في سوريا. الولايات المتحدة ليست أمام هذا الضغط الخليجي عليها، الدول العربية تستطيع، يعني تقول أن فرنسا تتدخل في سوريا فقط لإرضاء الخليجية، عندها مصالح بس ولكنها لن تصرف ولن تستثمر في تغيير النظام لولا هناك ضغطا خليجيا عليها. وأعطيك مثالا صغيرا ولكن بالطريقة المعاكسة، فرنسا تأثرت إلى حد كبير بالموقف القطري الداعم للرئيس السوري بشار الأسد في الفترة الأولى، وكانت قطر هي التي ساهمت بتطبيع العلاقات بين الرئيس الفرنسي ساركوزي وبين الرئيس بشار الأسد، من هيئ إلى التقارب الفرنسي السوري في المرحلة السابقة كانت الخليج، دول الخليج وتحديدا قطر، فلدول الخليج قطر والسعودية تأثير كبير على صانع القرار الفرنسي. إنما في الولايات المتحدة قدرة الدول العربية والخليجية، اسمح لي بس أن استطرد في هذا الموضوع، الدول العربية وتحديدا الدول الخليجية تستطيع أن تشتري موقفا أمريكيا علنيا ولكنها لا تستطيع أن تشتري سياسة أمريكية. لذلك ترى بفرنسا وضع مختلف عن أمريكا، أمريكا تعطي تصريحات إعلامية داعمة للثورة السورية، ولكن حتى هذه الساعة لم أرى رغبة أمريكية أو شهية أمريكية للتدخل مباشرة بالوضع السوري. هناك تلكؤ وتهيب من الوضع السوري، يريدون أموالا واستثمارا خليجيا في سوريا ويريدون توريد تركيا في الملف السوري، حتى ما عرف اليوم بما يقال في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تريد أن تقود من الخلف leading from behind في الموضوع السوري، لا تريد أن تأخذ دور القيادة في الموضوع السوري. فرنسا موضوع مختلف. طب بالأمس الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعا إلى تشكيل حكومة بديلة في سوريا، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي. هل يمكن اليوم إقامة هكذا حكومة برأيك في ظل التطورات التي تجري في سوريا؟ أعتقد أنه أحد المسؤولين الأمريكيين علق على هذا الموضوع في أحد المؤتمرات الصحفية وقال أنه ما زال سابقا لأوانه بالتحدث عن حكومة انتقالية. فرنسا تستطيع أن تصرح لإرضاء الدول الخليجية وأن تأخذ موقفا متطرفا أكثرا في موضوع النظام السوري وتغيير النظام وأقرب إلى الدول العربية، بس ولكن الموقف الفرنسي غير ملزم. هل إذا كان هناك حكومة انتقالية فرنسية تستطيع فرنسا أن تضمن في مجلس الأمن اعترافا دوليا في هذه الدولة؟ هل تستطيع فرنسا أن ترسل أسطولا عسكريا لدعم هذه الحكومة؟ يعني كل هذا كلام في الهواء، بس ولكن من الواضح أن فرنسا إلى جانب دول الخليج الداعمة والساعية إلى تسريع عملية إسقاط النظام السوري، بس ولكن قدراتها محدودة. بالمقابل يعني ألمانيا أيضا بالأمس دعت إلى تشكيل حكومة انتقالية تمثل كل مكونات المعارضة السورية، وذلك على لسان وزير خارجيتها، بينما فرنسا دعت إلى تشكيل حكومة بديلة.
كيف تفسر يعني هذا الاختلاف؟ أكيد في تميز حكومة ألماني بديلة، حكومة انتقالية. الألمان يتميزون عن الفرنسيين، دائما ألمانيا تفضل أن يكون هناك حل سياسي، والموقف الألماني كان أول من يسارع للتقليل من احتمال التورد العسكري لناتو أو الدول الغربية في سوريا، ولكن الموقف الأخلاقي والسياسي والعني أنهم يريدون العملية الانتقالية. بس حتى هذه الساعة أنا أعتقد يضرون في المعارضة السورية لو ضغطوا عليهم في موضوع تشكيل حكومة. هو مجلس انتقالي ورؤية موحدة أدى إلى انقسامات عميقة داخل المعارضة السورية، فكيف بالأحرى إذا طلبت منهم تشكيل حكومة؟ هيدي وصفة لتفكيك في هذه الساعة المعارضة السورية، على النظام أن يهلل لذلك، لأن إذا اليوم بدأت المشاورات داخل المعارضة السورية لتشكيل حكومة رح تشوف 50 حكومة. طب اليوم عم تعزمهم للانشقاق والى التفكك. اليوم هذا الاختلاف في وجهات النظر الدولية هو فقط الذي يمنع التوصل الى قرار بالتدخل عسكريا في سوريا، ام ان هناك حسابات اخرى؟ كل ما تفضلت به، هذه الانقسامات تؤدي الى تهيب والى ارتباك والى تردد في التدخل. لماذا يريدون ان يتدخلوا؟ الولايات المتحده ما زالت تعاني من تدخلاتها العسكريه اللي شهدتها في اخر 20 سنه، من بوسنيا الى الحرب على الصرب الى افغانستان الى دروس العراق. الولايات المتحده اليوم هناك في الجامعات العسكريه وكل الباحثين في الولايات المتحده يقولون علينا ان نتعلم درسا مما حصل في العراق، والعراق بلد له تاثير كبير، اولا قربه من الخليج، ايضا هناك حرب سابقه بين الولايات المتحده والعراق لتحرير الكويت، أضف إلى ذلك هناك ثروات نفطية في العراق. سوريا على ما إلى ماذا تدعون الولايات المتحدة للتدخل؟ أيضا أضف إلى ذلك إسرائيل، ماذا تريد إسرائيل؟ إسرائيل إلى حد هذه الساعة مرتبكة ولا تمتلك رؤية حول ما يحصل في سوريا. من الطبيعي علنا أن تقول إسرائيل أنه تفضل ذهاب النظام السوري في سوريا لأنه كان يشكل عنصر دعم اللا استقرار في المنطقة ودعم حزب الله ودعم حماس، ولكن أيضا إسرائيل متهيبة من التغيير. طب يعني كل هذه العوامل تؤدي إلى هذا الارتباك والانقسام. يعني من الواضح أن هذا موضوع يحتاج إلى وقت أكثر يعني للحديث طبيعي. متعدد الجوانب. نعم، سننتقل إلى موضوع آخر كنا قد عرضناه في الفترة السابقة، وهو مطالبة الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية باعتماد قانون النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة. لماذا برأيك قد يطلب الاتحاد الأوروبي ذلك؟ شوف أنا صحيح أنا ما بعرف إذا الاتحاد الأوروبي تمنى أو أنه شو حجم هذه المطالبة أم هي دراسة معينة. أنا لاحظت في السياسة اللبنانية خصوصا في بعض الطروحات التي تطرح للاستهلاك المحلي اللبناني حين تترجم إلى السفارة الأوروبية يدهشون في العالم الغربي. يعني في أحد الطروحات طرحها أحد النواب في لبنان حظر بيع أراضي عبر الطوائف. في لبنان يعتقدون أنه هذا موقف وطني، حين ترجم هذا الموضوع للاتحاد الأوروبي والدول الغربية هذا تمييز عنصري. يعني في بعض الطروحات السياسية التي تطرح في لبنان حين تترجمها إلى الدول الغربية هذه طروحات من العصور الوسطى، هذه طروحات الأوروبي غير مستعد أن يتقبلها، قد تفهم في الوضع اللبناني بالاستهلاك المحلي اللبناني. منها حين يقولون نريد أن المسلم يصوت للمسلم والمسيحي إلى المسيحي، كلها طروحات في العالم الغربي المتقدم يضحكون عليها ويقولون أنه هذا تمييز عنصري وتخلف. فربما النسبية وموضوع تصغير الدوائر يلاقي صدى في لدى الأروقة الأوروبية. ليش؟ لأنه الهدف هو تصحيح التمثيل، الانتخابات المطلوب من أي انتخابات ديمقراطية في العالم أن يمثل الشعب تمثيلا صحيحا. فالأوروبيون رأوا أنه ربما الدوائر الصغرى أو النسبية كفيلة بأن تحفظ حقوق المواطنين وتؤدي إلى تمثيل حقيقي، لذلك دعموها معنويا. نعم. لبنان بات مخيرا يعني دوليا بين قانون نسبية وبين قانون الدوائر الصغرى، بالنسبة إليك أي قانون أقرب إليك؟ أنا أعتقد أنا شخصيا لا أتبناه لأنه ما بصوت بلبنان ولن أصوت بلبنان، لأنه أنا بسميهم لويا جورجا بيلبسوا بدلات طلياني لبنانيين، مجموعة قبائل وعشائر بس أنا أعتقد أنه بلبنان يجب أن يكون هناك قانون انتخابي الهدف منه ليس التمثيل النسبي الحقيقي، إنما أن يؤدي إلى دخول إلى المجلس التشريعي طاقم جديد من السياسيين اللبنانيين. شو ما بدك سمي قانون الانتخاب، إذا هناك قانون انتخاب نسبي أو تمثيلي أو 60 أو دوائر صغرى يؤدي إلى تغيير هذا الطاقم الموجود، على اللبنانيين أن يسارعوا إلى تأييده. يجب العمل لإيجاد قانون يؤدي وتكون النتيجة تخريج دفعة جديدة من السياسيين في لبنان. هناك كلام لافت بحسب مصادر فرنسية متابعة قالت أن الإصلاح المنشود للبنان أوروبيا يتعدى قانون الانتخابات ليطاول فدرلة لبنان على طريقة
السويسرية، هل عاد نظام الفيدرالية إلى الواجهة؟ شوف، الفدرالة في لبنان أو اللامركزية الموسعة التي تحدث عنها الطائف هو لتسهيل عمل اللبنانيين بس، ولكن إذا كانت الفدرالة في لبنان واللامركزية هي على أساس طائفي ومذهبي، هذا سيؤدي إلى تقسيم لبنان، وهذا سيؤدي إلى حروب بين هذه الكنتونات الصغيرة، وأيضا إلى حروب داخل كل كنتون. إذا بتذكر وتعود بالذاكرة إلى ما كان يحصل في الحرب الأهلية اللبنانية، حين كان هناك جمود على خطوط التماس، ماذا حصل؟ كل كنتون سياسي مذهبي تحول إلى حروب داخل الطائفة الواحدة. هذه أمور جربوها في لبنان، بلد صغير جدا لكي يقسم ومتداخل لكي يقسم. لبنان يجب أن على الأقل أن يكون هناك حكم على المستوى البلدي وعلى المستوى المحافظ يخدم الناس، وأن يؤدي إلى بلد عصري إلى حد ما. بعد اختراع الكهرباء عمره ما يفوق 100 عام، بعد لبنان ما في كهرباء، شو عم يحكوا بطوائف وفدراليات؟ هني حدود البلد مثل ما هو ما عم يعرفوا يحموها. بكرة بيصير في هناك مطالبة بأنه يجي قوات دولية للفصل بين 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 كانتون وكانتون وبين منطقة ومنطقة. هناك حد هذه الساعة في لبنان قرى، على مستوى قرى في خلاف على الأراضي داخل هذه القرى، بدك تعمل الفيدرالية في لبنان؟ يعني هذا كله كلام بالهواء. طيب سنتوقف. وصفات شغب ووصفات حروب. سنتوقف مع فاصل ثان ومن ثم نتابع. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومجددا أرحب بك أستاذ موفق حرب. سنتوقف مع فقرة اقرأ إسرائيل، ماذا جاء في بعض الصحف الإسرائيلية، نتابع في هذا التقرير. معارف، إسرائيل تريد معرفة سبب الحرب الأمريكية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يريد أن يسمع من الإدارة الأمريكية كلاماً واضحاً حيال الدوافع التي قد تدفعها إلى شن حرب ضد إيران. نتنياهو يريد أن تظهر الإدارة الأمريكية ذلك بشكل مماثل للطريقة التي تصرفت بها مطلع العام الحالي، عندما هدد الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز، فهددت الولايات المتحدة وأوروبا بالحرب فوراً. يدعوت أحرنوت، الخلاف الإيراني في التقدير الاستخباراتي. أعرب الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر عن دهشتهم من أن تقدير الاستخبارات السنوي لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي الموساد والشباك ليست متفقة فيما بينها في الموضوع الإيراني. ثمة في إسرائيل تباين إزاء المرحلة التي تكون إسرائيل فيها قادرة على توجيه ضربة فعالة إلى المشروع النووي الإيراني. مشاركون في النقاش قالوا إن التقارير الاستخباراتية تبعث على القلق الشديد حول تقدم المشروع النووي الإيراني، فالإيرانيون يسيرون باتجاه تطوير قنبلة ذرية ويبدو أن لا شيء يوقفهم. إسرائيل هيوم مسؤول كبير في سلاح البحر، وصلنا إلى الخط الأحمر. مسؤول كبير في سلاح البحر الإسرائيلي قال هذا الأسبوع إن سلاح البحر وصل إلى الخط الأحمر من حيث قدرته الدفاعية لناحية عدد القطع البحرية الموجودة بحوزته، وأن تقليصا إضافيا سيجعل من الصعب عليه الحفاظ على مستوى الدفاع الذي يمنحه السلاح للدولة. إضافة إلى التقليص المتوقع، فأن سلاح البحر مضطر لأن يواجه اليوم تهديدات آخذة بالتزايد في كل الساحات. السوريون أحرزوا تقدما في القدرة الصاروخية، فبحوزتهم وبحوزة حزب الله عشرات من صواريخ C-802. لدى السوريين أيضا صواريخ جوال روسية متقدمة وهي ياخونت، يصل مداها إلى 300 كيلومتر. الضابط الكبير أشار أيضا إلى أن مصر تعزز قوتها البحرية ولديها 60 قطعة بحرية قادرة على حمل الصواريخ، وهي تشتري سفنا من الولايات المتحدة وتريد شراء غواصات من ألمانيا. لماذا برأيك الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تعلن موقفا واضحا إذا صح التعبير حيال مسألة شن هجوم عسكري على إيران؟ هل لذلك فقط علاقة بالانتخابات الأمريكية؟ شوف، الموضوع الملف النووي الإيراني في الولايات المتحدة إلى حد ما هناك شبه إجماع، إذا استثنينا التصريحات السياسية ذات الاستهلاك المحلي الانتخابي، في إجماع لدى أروقة المسؤولين الأمريكيين في وزارة الدفاع والاستخبارات الأمريكية، وهم يعبرون بين الحين والآخر إما مباشرة وإما عبر تسريب إلى صحف محترمة تتمتع بمصداقية. عنوان السياسة الأمريكية واضح، الولايات المتحدة لن تسمح
بأن تمتلك إيران قدرات نووية عسكرية. هذا السقف الأمريكي، وعبر عن ذلك الرئيس الأمريكي الحالي والسابق والأسبق. كلما اقتربت إيران إلى امتلاك قدرات نووية ذات استعمال عسكري، كلما يعني هي معادلة، كلما أصبح الموقف الأمريكي أكثر إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، هذا على مستوى الكبير. كما أن هناك لا نستطيع أن نقول أن الولايات المتحدة لم تبادر حتى هذه الساعة إلى وقف الملف النووي الإيراني. هناك حرب حالية غير تقليدية غير معلنة، ولكن هناك حرب من الفيروسات التي تزرع لتوقيف الملف المشروع النووي الإيراني. هذا جزء من الحرب، ولكن الحرب في القرن 21 ليست كالحروب التي شاهدناها في القرن 20. يعني اليوم تستطيع من خلال التكنولوجيا والحروب السيبرية وأن يعني هي تتفادى الدخول في حرب تقليدية. في حرب اليوم اغتيال العلماء الإيرانيين، ما إسرائيل فارفت بحرب على إيران، ما هيدي حرب بس، ولكن ما عم نشوف حروب دبابات على المستوى العسكري. يعني حرب في حرب، هيدي حرب بس، ولكن حروب القرن 21 مختلفة. هناك قدرات غربية وأمريكية تستطيع أن تحلق الطائرات فوق بلد معين، وأن تشل كل الشبكات الهاتفية والكهربائية، وأن تشل بلد بأكمله. هذا جزء من الحرب. يعني الحروب لم تعد تقليدية، في هناك أساليب عسكرية غير تقليدية. أما بالنسبة إلى الموضوع الأمريكي، كما قلت لك، كلما يعني في معادلة من ألف إلى باء، إيران اليوم تمتلك قدرة على التخصيب، إذا قلنا باء هي القدرة على إنتاج أسلحة عسكرية نووية. كلما اقتربت إيران من نقطة باء، كلما الموقف الأمريكي أصبح أكثر مواجهة عسكريا تقليديا وغير تقليديا مع إيران. حتى هذه الساعة هناك أجمع أن إيران غير قادرة حتى هذه الساعة بأن تطور قدراتها النووية إلى قدرات عسكرية. إسرائيل ترى الأمور وتقاربها بطريقة مختلفة. إسرائيل يعني بالتحديد عن بالحديث عن إسرائيل، من الواضح أن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية لأي هجوم على إيران. هل يمكن أن تقدم إسرائيل على أي خطوة، يعني أن تشن حرب على إيران إذا لم يأتي الرد الأمريكي كما تتمنى؟ يعني شوف، آخر زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الولايات المتحدة، لم يستطع أن ينتزع من الرئيس الأمريكي وعدا بموعد الضربة الأمريكية لإيران. انتزع منه الموقف المعلن، وهو أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تتحول إيران دولة عسكرية. الخلاف مع إسرائيل هو على التوقيت وعلى كيفية المعالجة. الولايات المتحدة تعتقد أن العقوبات التي تفرضها على إيران اليوم هي عقوبات مشلة لإيران، وأن إيران لن تستطيع أن تطور قدرات نووية عسكرية في ظل هذه العقوبات. إسرائيل تقول عكس ذلك، لأن المنطقة الإسرائيلي، إسرائيل الأمر عندها ليس كما تقول الدول العربية أمن نظام. علينا أن ندخل إلى التفكير الإسرائيلي، الأمن شيء مقدس لدى الدولة الإسرائيلية، منه مزايدي. يعتقدون سلاح نووي عسكري إيراني هو تهديد وجودي للدولة الإسرائيلية، وإسرائيل تاريخيا لن تقبل بأن تعتمد، هذه سمعتها على عدد كبير من تصريحات من المسؤولين الإسرائيليين، إسرائيل لا تعتمد على أمنها إلا على نفسها. هذه الأمور أدت إلى هذا النوع من القلق بأن إسرائيل ستقدم على ضربة عسكرية قبل إيران بس، ولكن هناك من يتخوف. الولايات المتحدة على الرغم من أنها لا تريد أن تقوم بضربة عسكرية هذه الأيام لإيران، ولكن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل. ففي حال أقدمت إسرائيل على مغامرة لضرب إيران، يعتقد الإسرائيليون بأن الولايات المتحدة مجبرة بأن تدافع عن إيران، لأن سيكون هناك رد فعل إيراني على إسرائيل. فالولايات المتحدة بهذه السياسة ستورط الولايات المتحدة، تضرب إيران ترد على إسرائيل، الولايات المتحدة ستسارع إلى حماية إسرائيل لأنها ملتزمة بأمن إسرائيل. هنا هي المخاوف الحقيقية، بأن تورط إسرائيل إذا شعرت بأن الإدارة الأمريكية متلكئة وأنها مستعدة أن تتعايش مع قدرات نووية إيرانية. هنا الخوف الإسرائيلي أن تقدم إسرائيل على عملية وأن تورط الولايات المتحدة بحرب مع إيران. التقارير الاستخبارية تشير إلى تقدم المشروع النووي، وأن لا شيء يمكن أن يوقف إيران. كيف تقيم اليوم قدرات إيران؟ طالما هناك تخصيب، يعني المشروع النووي يتقدم. يعني اليوم لا يوجد رقابة مشلة ورقابة حثيثة على الملف النووي الإيراني. والغرب، مخاوف الغرب أنه لا يعلم ما لا يعلم. كل المشاريع التي عرف فيها الغرب
لم تصرح عنها إيران، وآخرها مفاعل نووي في قم. يعني هناك مخاوف من أنه لدى الأروقة الغربية وإسرائيل بأن يكون هناك معمل أو مفاعل نووي إيراني لا تعلم به مؤسسة الطاقة الذرية، فهناك مخاوف من المجهول، لا يقبلون بالموجود، فكيف إذا كان هناك مخاوف من المجهول؟ إيران تعلمت من الملف والمشروع النووي العراقي، لا يحصر المشروع النووي العراقي بمدينة أو مدينتين، إنه منتشر على كل الأراضي الإيرانية. وأعتقد أن تتحول إيران إلى دولة نووية أصبح من الوراء، إيران أصبحت دولة نووية. الصراع اليوم هو عدم السماح لإيران بأن تتحول إلى قوة نووية تستطيع بوقت قصير أن تتحول إلى قوة نووية ذات أغراض عسكرية. هذا الصراع. سننتقل إلى الفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم، وهي الكاريكاتير وهذه الصور المختارة من بعض الصحف. إذن نتابع هذا الكاريكاتير من صحيفة الحياة السعودية، كما نشاهد هناك مواطن لبناني داخل صحن وهناك سكين من فوق. ما تعليقك على هذا؟ يعني السؤال هو مين حامل السكين؟ للأسف اللي بيكون حامل السكين لبنانيين، هو لبنان اللي بينحر حاله دائما. يعني هذا مواطن لبناني. أيوة في سكين، بس مين حامل السكين؟ إنه اللي كان اسم الكاريكاتير إنه يتعرض حدا بده يطعنه. اللبناني بنفسه. أكيد شيء مسؤول لبناني حامله. مسؤول. شيء قيادي لبناني طائفي مذهبي بده يحافظ على شعبيته من خلال النعرات المذهبية. مين حامله هالسكين برأيك؟ بان كي مون؟ على كل حال سننتقل إلى الكاريكاتير الثاني وهو من صحيفة القدس العربي. الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل محاصران بالمطالب الشعبية واحتياجاتها والمطالب الوطنية. كيف تعلم؟ يعني شهر العسل الذي عادة يعطى للرؤساء الجدد بلش ينتهي في مصر. المواطن المصري، وأنا ذهبت يعني عدة مرات إلى مصر قبل الثورة أثناء الثورة وبعدها، أعتقد أنه يعتقد المواطن المصري أنه لما بيتغير النظام السوري رح يتحسن وضعه المعيشي كفرد. لحد هذه الساعة لم يتحسن. كيف تقيم تجربة الإخوان حتى الآن في مصر؟ لا أعتقد أنك تستطيع أن تقول أنها تجربة إخوان بحت 100% إلا من خلال أسبوع حين تم الإطاحة بالمجلس العسكري. اليوم استتب الأمن السياسي والأمن للإخوان، بدأ العد العكسي بعد 6 أشهر من قيمون. هلأ أصبحوا مسؤولين عن البلد بكل مفاصله. قبل كنا نقول أنه المجلس العسكري يحول دون سيطرة الإخوان، اليوم الإخوان استتب الأمن لهم. من اليوم بعد 6 أشهر نشوف إنجازاتهم. للأسف أستاذ موفق انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك على المشاركة. مبروك للميادين. شكرا جزيلا لك. على كل حال نأمل يعني أن نراك مجددا. شكرا. في الميادين. شكرا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تصل الحلقة إلى الختام، حلقة جديدة تتابعونها غدا في نفس التوقيت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.